يا ابني انا متعاطف معكم، وكنت بتمنى انه تعيشوا حياه كتير سعيده، بس هيك مسائل كتير خطره لازم نحكم فيها الحال. الحالة اللي انتو فيها هلا ما فيكم تجيبوا ولاد، اذا جبتوا ولد رح تجنوا عليه، وما بعتقد انه انتو اثنين بتوافقوا على هذا الشيء. انا بعرف قديش بنتي صفاء كل عمرها بتحلم يكون في عندها ولد، لانه كثير حنون، واكيد انت مثل بنتي صفاء حنون. بس يا ابني قدام هذا الشيء ايدينا مربطه، ما فينا نعمل شيء وما بدنا نجني على حدا، فالله يرضى عليكم. ما في قدامكم حل غير انه والله ما فيني اقول لك والله انا حبيتك مثل ابني. شو طالب ايدي؟ ما طالب ايدي شيء، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما في حل غير اللي انتوا اثنين تكونوا قوايا وتاخذوا قرار، وكل واحد الا ما الله سبحانه وتعالى بعطوا النصيب يلي بيوفقوا فيه. كلامك مزبوط عمي، انت عم تحكي صح. ليش ساعدتك بالولد وانا مستحيل وقف بساعدتك. انا عم بعمل هذا الشيء كرمالك، عم بعمل هذا الشيء لاني انا بحبك، وانتي بتستحقي انك تعيشي بسعاده، ومعي ما حتعيشي بسعاده. عمي انا اسف، عمي أنا بعتذر منك. أنا كنت أتمني إنه كلياتنا نعيش عيلة واحدة. أنا عشت معكم حنان أبي وأمي، بس أنا شو بدي أعمل إذا كان القدر أكبر مني ومنكم؟ سامحوني، أنا آسف. والله إذا بسلك شي مو خلص اتركوني. Thank you.
وشلون عرفت انه هي صفحتي؟ شفت صورة الروضة والبوستات هيك بتشبهك. تشبهني؟ شلون يعني بتشبهني؟ يعني هيك فيها شيء من نفسك وروحك. أنسي صفاء؟ نعم. ممكن أخذ رقم تليفونك؟ أي طبعا. ماني عرفانة شو بدي أعمل يا سمر. دق لي قال بده يشوفني، شو ساوي؟ طيب ليش لا؟ روحي. صدقيني ماني قدرانة. صفاء حبيبتي، روحي شوفي. وضلي عم تشوفي. على الأقل بتجددي ذاكرة الفرح. مو مثلي أنا. أنا الذاكرة عندي وقفت من آخر مرة شفته فيها. إذا بدي أقول لك أنا أحسن منك بكون عم كذب على حالي. أنا بتمنى أرجع أشوفه ولو لمرة واحدة، بس بعرف إنه ما في أمل أبدا. معقول يا سماح؟ معقول لساتك بتحبيه هالقد؟ ما بعرف شو بدي أقول لك هذا الشعور. هلا باعتبار إنه الأمل بالحياة المشتركة معه راحت، بس في شي جواتي عم يقلي انه اذا شفته ممكن اكون مرتاحة. انا عكسك تماما يا سماح. حاسة حالي اذا بشوفه لفيصل رح اتعذب اكتر. طيب شو رأيك تحولي هذا الحب من حبيب لصديق؟ طبعا اذا حاسة حالك انك ممكن ترتاحي اذا شفتي، أو إذا صار معك أي موقف بالحياة فهو سند لإلك. بحاول. اسمعي مني وروحي شوفي. يلي صار لا ذنبك ولا ذنبه، هذا قدرك مثل ما هو كان قدري. يعني من أول ما ضربت عيني بعينك
وانا عم بتخيلك مرتي. اول مره شفتك قلت هي هي مرتي، وقتما فوت على البيت بتخيلك معي بالبيت، بتخيلك كيف عم تقومي تضحكي تمزحي. انا عم بحلم فيكي كل يوم وعم بشتاق لك كل يوم. ماني مصدق ايما تكون انا وياكي مع بعض. شبكي سكتي؟ اذا كلامي زعجك بصراحة لا، بالعكس، بس أنا كمان عم يصير معي نفس الشيء. عن جد؟ يعني حاسة فيني؟ طبعا حاسة فيك. وشو كمان؟ شو الأخبار؟ الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ الحمد لله. صفاء؟ فينا نضل أصدقاء؟ إن شاء الله بحاول. بكره بس يجيكي ولاد وتحمليه بين ايديكي وتضميه على صدرك وتعيشي هذا شعور الأمومة، رح تعرفي ليش أنا اتخذت هذا القرار. رح تعرفي إني أنا صلمت حالي أول شيء وحرمت حالي منك ومن سعادتي مشان ما أظلمك وتعيشي سعادتك بأمومتك.